تشهد محافظة الإسماعيلية استمرار تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار للعديد من السلع الأساسية، حيث وصلت التخفيضات بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعد تطبيق الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة. وتأكدنا من توافر السلع الحمد لله، والتخفيضات موجودة من 15 ل 25% على معظم السلع. هنا موجود السكر والسمنة والزيت والرز واللحوم البرازيلية والفراخ، وسواء اللحوم المصنعة أو اللحوم المقطعة، وبعض السلع الخاصة بالتخفيضات بالاتفاقية الاتحاد مع السلاسل الكبرى زي العسل زي الجبن وخلافه. والحمد لله في رضا من المواطنين وفي اقبال من المواطنين. بنمر على السلاسل التجاريه بنشوف المنتجات اللي في داخل المبادره متواجده ولا مش متواجده، اسعارها مظبوطه ولا مش مظبوطه، بنشوف المواطن محتاج ايه. ان شاء الله بنلاقي رضا كويس عند المواطن. تم البدء من بداية الشهر في مبادرة تخفيضات الأسعار، والحمد لله تعالى تم تنفيذها على أكثر من محور عندنا هنا في الإسماعيلية طبقا للتوجيهات. المحور الأولاني من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة وفروع مجمعات الاستهلاكية، والحمد لله اللي احنا في فرع من فروعها زي ما سيادتكم شايفين توافر كافة الأصناف اللي في المبادرة بالأسعار، وبيتم مراقبتها من السادة مفتشين التموين، والحمد لله الأسعار موجودة فيها من تخفيض بيبدأ من 10% ل 30%.